الملك محمد السادس بمستشفى ابن رشد بالبيضاء لهذا السبب. أشرف الملك محمد السادس على تدشين مركز إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء أمس الأربعاء، وهو مشروع تضامني يجسد مرة أخرى الاهتمام الخاص الذي يوليه الملك للنهوض بالقطاع الصحي عامة وبالصحة النفسية على وجه الخصوص. وقام الملك بهذه المناسبة بزيارة مختلف مرافق المركز الموجه إلى التكفل بالمرضى الذين يعانون من إعاقة ذهنية ناتجة عن اضطرابات نفسية حادة ومزمنة، وذلك بغية تقليص التداعيات المترتبة عن هذه الإعاقة وتحفيز اندماجهم الاجتماعي والمهني.